تحدثت انه انتم صار لكم اكثر من عامين تتحدثون بهذه الامور وتحديدا في قضيه كركوك، لمن تتحدثون ولمن تقدمون معلوماتكم؟ والان اذا الرئيس الوزراء يتحدث انه يا بس اداره وتقصير من القيادات، ما اشرتوا هذا الموضوع؟ ما استمع لكم؟ ما قدمتوها؟ اليوم احنا بدنا نقدمها هسه من خلال نفس عميق؟ تفضل. يعني استاذ ليث الله يخليك، يعني هالتلفزيونات القنوات المهمه جدا كلها تكلمنا بيها يعني زين، فما بقى يعني. وبالاضافه الى انه بعض الاحيان نتكلم مع الاخوه القاده، بس خلينا نترك الاخوه القاده، يا ريت يعني اني يعني عذرا لو نطلع من الحلقه في شيء مفيد خليني اعطي بعض المقترحات ارجوك عسى ان يسمعوها مره اخرى يعني اذا سمحت لي. تفضل. استاذ لي، اولا بدايه يعيدون انتشار القطعات الموجوده هناك، يبدلون القطعات الموجوده، القطعات ربما كثير من الكلام اللي وصلنا عن ما تعمله بعض القطعات هنالك في هذا القاطع، خلي يبدلون القطعات هاي وحده، خلي يبدلون تغيير القاده الامنيين، استاذي هذه تغيير القاده الامنيين مهمه جدا على اساس ولعل القاده الجدد سواء لمستوى امري افواج وامري علوي ان يعيدون النشاط نشاط القطعات العسكريه التابعه لهم، هذه وحده، خلي يشغلون الكاميرات مسيره 24 ساعه لازم فوق المنطقه من اجل تعرف من اين ياتون داعش والى اين يذهبون، وهذه النقطة أهم من هذا الكلام كله تكلمنا، من أين يأتون وإلى أين يذهبون، هذا يحتاج للكاميرات الحرارية بالمناسبة أصبحت مكاناتها معروفة للدواعش، يحتاج في شيء تراقبهم من فوق زين و24 ساعة. يعني يا ريت لو نتعاقد افضل هم طونه طائرات مو استخبارات العسكرية، بس هي يعني مو مأسور تعبوية، بس لذلك نحتاج هذا الموضوع سريعا. سيدي البياتي هذا المكان نحمي انفسنا من الاجواء، بس عيد يعملون بطريقة الدفاع المتحرك، بس عيد يعني يعملون كمائن، بس عيد يعملون كمائن بالمناطق الخطرة. ابداعتي بس عيد لي مال قضية نعم بس عيد لي مال قضية الكاميرات الحرارية. دواعش الدلولة انت وين تدور استاذ ليث؟ مو انا اعرف يعني مثلا بعض الاحيان غير اورطك قبل يوم يومين يضربها، فهمت شلون؟ يعني 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 طبعا مو انا اريد اوصل الى نتيجه، انت تقاتل عدو خبيث، عدو قافل على شغله معينه، فهذا المفروض انت تقاتله بنفس اسلوبه، ما احط له انا جيش قدامه، هم دي يشتغلون بالختله يا اخي، انزل مستوى تفكيرهم، اكمن لهم مثل ما هم يكمنون امنه، هذا العمل يا اخي ما اعرف ليش ما ينفذوه، ما اعرف يعني كل الامكانيات عندنا، احنا اصحاب الارض، احنا اصحاب الناقلات، اقول لك ليش الاسلحه الثقيله، خلي انا اقول لك ليش، اطلع لي فوج اعرف مكانهم وين اني اعرف مأشرها، اطلع فوج اقول له اوقع ثلاث ايام هناك، اختل احفر واختل، يعني نحكي بالعاميه قمنا يا استاذ ليث.